يأتي من بعيد، من بعيد جدا، من السماء السحيقة، ضخما عرمرما عظيما. ربما سقف جناحه أو رأسه في السماء السابعة، يطأ أرض دمشق الآن في هذه اللحظة سريعا في آلاف من الكيلومترات بأقل من الثانية، يتحضر بكامل الأبهة أمامي. أنا أراه يقترب مني كثيرا بهذه اللحظة. لا تقترب، توقف قليلا. أنا عمري من مواليد 19/1972 باكرا. لا تقترب يا عزرائيل مني الآن، أجل الموضوع لأربعين عاما قادمة. ربما هذا يسعدني، يفرحني، رحمة بي. شكرا جزيلا.